بزاف. تولي التراويح فيها 10 دقائق والدعاء فيه نص ساعه. ياك ما بغوش الناس اللي يقول هذا الشيء. هذا خطا احنا غادي نمشيو له. ما كانش ان هذا ما فيش صدق، فيه شويه ديال الزياده. دعي دعاء عادي وانت تمشي مع راسك صافي. ولانك عندك في الاسلام عندنا شنو عندنا في الدعاء؟ عندنا جوامع. جوامع يقول الادعيه الجامعه: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. جامع ما تحتاجش مع شي حاجه كثيره. والاداب الدعاء ما في في بعض العلماء، ولكن بعض المرات حنا نقول الناس العامه كثر الان عندنا المساجد الحمد لله شي يزيد على شي. واحد هو ساعه، واحد عنده الامام كذا، حنا الامام ديالنا يدير لنا الدعاء بزاف. ها ولا عاد عبر على بقى يبكي لنا وحنا عجبنا الحال. اذا كان امام مزيان هذاك خصو يدبر فين يبكي، يبقى يشوف اللحظه فاش يبكي ويشوف الناس واش هذه صلاه؟ ما عرفتش. شتا كي تبكي روح دخل دارك وبكي على راسك. اش دخلك انت تبكي في وسط الناس؟ ها؟ راه غتولي بحال مساجد الشيعه. انا نقول لكم هذا احنا ماشي اللول. لاننا احنا انسحبنا وخلينا الناس يديروا بخاطرهم اللي بغاو. لان بعض اللجان يقولوا لا الله يخليك بكي لنا الله يرحم بك ما تخليناش هكذاك. اش حنا نجيبوا امام ولا نواحه ولا شنو هذا؟ شنو هذا؟ سمع زعما ما بكيتش ما تعرفش. وخصو يشوف هو فين يبكي. بعض المرات انا شنو هذا الشيء؟ هذا نقول لكم راه بعد المزيد تكتشفون هذه الاشياء. خصنا ننتبهوا للاشياء قبل. بعض المرات غير يجي الانسان وخصو واحد انا باش نختموا بها وقل جاحد يقول كان لنا جار، لان كاين بعض خصو يبكي وصافي يدير هكا الجار. كان لنا جار يصلي يقوم من الليل ويصلي ويبكي يبكي. قال ذات ليلة سمعت البكاء ديالي فأزعجني بكاؤه. واش الآية اللي راه قراها؟ قال لك فوضعت أذني على الجدار نسمع الآية اللي راه تخشع بها وبقى يبكي. فوجدته يقرأ قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. واش قال هذا ذكره الجاحظ؟ قال عرفت أنه أحمق. انفضي